حاج عبد السلام كاريان طريق الرحمه، هاد الناس اسيدي بيني وبينهم ثلاثه الشكايات وما خديت لا حق لا والو، وهاو الثاني تهجم عليا نهار الحد حوايجي مكرفصين سادين عليا بابي انا وبناتي من نهار الحد وانا كنبات في الزنقه مشرده، حتى شي واحد ما عطاني حقي. جيت للسلطه مشيت للرياد اللي محسوب علينا صيفطوني للدار الحمراء حتى شي واحد ما عطاني حق، كيهددني بالحريق كيهددني مهرس لي حوايجي ساد عليا بابي كيقول لي غنقتلك انت وبناتك، الكلام اللي ما فيه ما يتسمع، ما قدرتش نقول اسيدي وانا خايفه منه، ما حالي دابا من نار لحد ما داخلاش لي عائله كاينه انا بوحدي وسط منهم براني، ملي كندوي مع داك اللي مخصم ما كيجيو كلشي كيتحاموا عليا. هاد السبب ديال هادشي سيدي على الباب قالك تحولي لي بابك ما يبقاش يشوف في بابي، وانا هذاك هو بابي محصيه فيه والناس شاهدين به وشاهد به المقدم وشاهد به القيد وشاهدين به السلطه ومحصيه فيه، ما نقدرش نحول بابي من تما، هاد حيدي من تما وسيري شوفي فين ديري، وانا سيدي القيد قال لي ما عندكش فين تحولي هذاك الباب، بابك محصيه فيه يبقى في بلاصته، وهاد الناس سيدي تكرفصوا عليا بزاف انا دابا في الشارع ما عرفتش، المهم كيجي عند هو وكيجي عندنا حنا، انا قال لي خلي بابك في بلاصته ما تحوليش وخرجوك، وفايت سدوا عليا وخرجوا معايا انا المقدميه وكلشي والبوليس وحلوه ليا، وعاود ثاني رجعوا ثاني سدوا عليا دابا. كنطلب اسيدي هذاك الخسائر اللي داير ليا وانا وبناتي كيهددني وانا مريضه بالعصب وما بقيتش محالي ما بقاش خلاني ندخل لي، كيهددني بالحريق يهددني بالقتيل، انا خايفه على راسي وعلى بناتي. جاو سيدي عندنا البوليس مره وداروا لي المعاينات ديالهم وشافوا كيف الساد وحلوا لي الباب، جات حتى شي حاجه ما جات. هذه الرابعه دابا في الشكايه. انت كتشوف في الدريات كيباتوا في الزنقه، المدرسه ما ماشينش لها ثلاث ايام. كنمشي ليها انا اليوم ضال، انا كيقول لك سير شكاي للوكيل، انا اليوم ضال ليه ضال النهار كامل بغات تدخل عند رئيس المنطقه، حتى واحد ما خلاها تدخل عندنا. ايوا انت كتشوف شحال الساعه دابا حنا باقيين في الزنقه، انا يلاه جيت عندهم من الخدمه. ساكن تما كاين هي، جاوني اسيدي هاد الناس جيران. سدوا لي الشرجم. سدوا لي الباب. الاسباب باغيين يبنيو. تما كيبنيو ويبيعوا. سدوا لي الباب، انا خدام كنخدم الليل، هاد كولونا كنخدم ليل ونهار، كنجي نهار في كنزه، جاو دخلوا هرسوا الباب، راه كاينين تصاور وكاينين مسائل، مشينا الرياض درنا شكايه خرجوا معاينه ما كيحضروش، عاود ثانيه انا جيت ناعس في العيد سدوا عليا الباب حتى 12 الليل خرجوا معاينه، مشيت لدير الرياض ما كيعطينيش دوسيات، ثانيه قال لي مشيت انا والمراه قال لي سير جيب امك وجيب اختك، ثالثا درت شكايه للوكيل، جات هنا للدار الحمراء ما داروا معايا والو، نهار الحد ثاني راني ضال الخدام جاو دخلوا على المراه هرسوا باب، وداك الباب اللي كان ساد لي القيد فرعوه وسدوا الباب الاخر هرسوا لي المعنى هرسوا كل شيء مكرفسين على المراه راه خارجين ثلاث ايام هذيك كينعسوا في الزنقه. ايوا انت كتشوف احنا في الزنقه تا حاجه ما كاينه، كيقول لك سير دير شكايه للوكيل ديال الرياض، كنمشي ليه كيقول لي سير داك الغوت ديالك غوتو على النيابه، ملي كنقول ليه واش حنا ما عندنا حقش كيقول لك سير هذا الغوت سير غوتو على النيابه ما تغوتوش عليا انا. جوج دواسا وحده في شهر خمسه وحده في شهر سته ما مشاو حتى قال لك مشاو شهر ثمانيه، الان باقيين كنتسناو تا حاجه ما كاينه حاجه، خرجوا اليوم على حساب الدوسي القديم ومعاينه باش يدخلوا للمراه المحاله، وداك الشيء انا كتشوف فيا باقي الله جاي من الخدمه. ما عرفتش ديال الرياض كنمشيو ليه، كاين واحد الضابط شعيب خرج معنا وخدم، رئيس المصلحه كيجري علينا. مطالب ديالنا كنطلبوا حقنا، هادشي اللي باغي، ولا ما عرفتش، ولا غناخذوا حقنا بيدنا هو اللي بقى. مسؤولين كنطلبوا من نطلبوا من هادشي كنطلبوا الله توصل لسيدنا، ما كاين حق. ما عرفتش بقى نرتكبوا جريمه ونخلوا الدراري مشردين.